فهل المنصة بتاعتك ممكن تكون باب لناس انها تنطلق بره زي ما قلتي كده في اماكن انترناشونال؟ احكي لي يعني هل هي باللغه العربيه بس ولا كمان اقدر حد بيعمل بالانجلش بيدور بالانجلش هيلاقي الناس المصريين بتوعنا والحريفه المصريين بتوعنا؟ طبعا عندنا يعني احنا عندنا عملاء يعني من السعوديه من الامارات من الكويت واحنا عشان لسه كمان بنبني وبنطور. فاحنا عمركم كم سنه عمر المنصه؟ ثلاث سنين. بنبني مجتمع متكامل في أكثر من 40,000 مستقل في مجالات مختلفة، شركات مختلفة، قطاعات مختلفة. عشان كده أنا مبسوطة قوي أن أنت عاملاها مصرية وبتشجعي شباب أكتر في مصر، فمبسوطة بيكي قوي. طب عايز أسألك، إيه الناس الأكتر يعني عندهم فرص أكتر؟ الناس بتقبل على إيه؟ أكتر وظيفة مطلوبة عندك في المنصة؟ البرمجة طبعاً، البروجرامينج، التكنولوجي. ده يؤكد اللي بيتقال هنا يا جماعة على هذه الكنبة إن مصر انتبهت للتحول الرقمي وإنه في اتجاه حقيقي للاحتياج للناس دي. طبعا يعني انت بتواجبي العالم كله. التكنولوجي دلوقتي هي اكتر المجالات اللي هي بومينج وبتطلع وفيها مهارات كمان كتيره جدا. اصل احنا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا، قطاع كبير يعني. كنت متخيلك هتقولي ما اعرفش ليه الجرافيك ديزاين ده كمان، ما هو يعني اي، ما هو الفيجوال بقى، ما احنا هنيجي بقى بعد كده. اول حاجه البرمجه، بعد كده التسويق الالكتروني بقى والديجيتال ماركتنج، وده بيدخل بقى فيه حاجات كتير قوي، بيدخل فيه الكتابه، بيدخل فيه تصميمات، الفويس اوفر، الفيديوز، المودريشن، يعني كل حاجه. يعني انت بتبني كيان كامل، كل الناس بتشتغل، كم من الطاقه، كم من الفرص، مفيش، ما بقاش فيه مستحيل دلوقتي، مفيش حد يقدر يقول مفيش شغل. حلو قوي. لا، في شغل طبعا، بس بس يبقى عندك انت مهارة تؤهلك. مهاره